بسم الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. ربنا خذنا إلى حيث رضاك، واجعلنا في حصنك الحصين يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على أهل العدوان. نرجو لآية 118، لا 119. فغلبوا، مش نرجو مش نشوفوا سر، حين الإنسان يدور على حقيقته قد يرجع إلى المولى. قال: ما دابوا نفخ في شيطان، كما يقول العامة، ما دابوا بعيد الرحمن ويعصي، لأنه لا يؤمن به ولا يقول بحتمية يوم البعث الذي نبأه عظيم. فغلبوا هنالك وانقلبوا ساخرين. تبير الأمر، الأحداث اللي وقعت ما تدل كان على الغلبة لسيدنا موسى عليه السلام، وهذا بفضل الرحمن. ويقصد باش الناس هذوكم خاطر عندهم نوع من التمييز، يعرفوا اللي إذا كان سحر ما مشاش، فما حاجة اللي خلات لبطال السحر يعتبر قوي بالنسبة للأمومة. فالقوة ذيك اللي نبعت من عصا سيدنا موسى عليه السلام كشفت لهم ضعفهم، وذلك على سبيل قال صغيرين، يعني صغروا في أعينهم وعين غيرهم اللي عندهم عارفين وحاضرين فك المشهد هذاك، فك الفترة ذيك. اللي ينقلب صغير ليس حتميا يبقى صغيرا، لأنه ربما الإنسان عنده من الكرامة وبقايا الكرامة أنه يتحس بعد ما كان يحيا، وبعد هذا ينكر ويعفس فيه ويتعدى ولا يذيه ولا حتى يبتر عضو من أعضائه ولا يقطع له لسانه حاجة شماتة، فيرى لواء هوانه على الناس ما يحل الهوان هذايا وينتهي الهوان إلا بالرجوع القوي سبحانه وتعالى، اللي هو قوي تمام القوة في المطلق، وهو حنان منان للجميع. نقول لك حتى رحمتي غضبت ولا سبقت غضبي. بعد هذا ما قال ربي سبحانه وتعالى، سواء كان في القرآن أو الحديث القدسية، ما زلت أنت عندك متراء في وقت تضعف ضعف أنا ضعف، وينكل بيك القاسي والداني، فليترجع ربي، وليرجع ربي يقول نربح. وإحنا دائما نقدم أهل القرآن على هذا الأساس، نعلمكم القرآن ما بعض أسراره بما تفضل بمولانا علينا، ونعلمكم حتى شيء ما فات. ما دابوا الشمس أنا في دورانها المعهود، بل ما تنقلب الدورة إلى العكس، قلنا الرحمن يقبل التوبة. إذا هذا عجل وقد ما تعرفوش أي لحظة تتبدل ولا حركة الشمس أو حركة الأرض. الشمس حين تخرج من مغربها يعني أنت عليك، لا تقبل منك توبة، لأن ولك فيصل بين عهد طال في قبول الرحمن لكل تائب ويحسنه من حاله ويصبح من الأعيان عند الرحمن وعند أهل الرحمن. يقول ربي: فغلبوا هنالك، يفك الفترة ذيك، فك الفرصة ذيك، فك المرحلة ذيك، فغلبوا هنالك وانقلبوا ساخرين. وهذا نحن نعمل به في العلاج النفسي أهل القرآن على إتقان، يعني ما يجيش على بال من يدعون أن هم فحول في العالم العلاج النفسي. قل لهم تريثوا وانظروا شوية في القرآن، تروا اللي كنتم أجهل الناس بعلم النفس والتحليل الحالات النفسية أو المعضلات الاجتماعية، فهلموا إلى ما كنز القرآن يعلمكم الكثير مما جهلتموه، وتولي تطوروا
نحو الأحسن في تعاطيكم حلول لمشاكل كثرة هذه الأيام بحكم الإيمان ولا على اللسان فقط، ولله صلة الإنسان بالرحمن سبحانه وتعالى أصبح يعني تحت سلطة إبليس اللعين اللي هو سماه ربي إبليس يائس من روح الله، ولا يائس من روح الله للقوم الكافرون. إذا الناس التي تدعي الإسلام أو الإيمان هي في الحقيقة كافرة لأنها تابعة لأوامر الشيطان ونواهيه. يزين يصدق الإنسان يعني يمشي يدهمك وفي باله هو بما وقع التزيين في باله ولا حق، ولهذا يزيد القدام يزيد المعاصي في باله هكاوى المعاصي مو فيها أموال وفيها جنس حرام وفيها فيها ماش بي أنا حاجة حلوة مش تحرماني هذاك علاش بيمنش الإيمان الصحيح الإيمان لسانه باش أنت تعتبره مسلم، ولكن هو من الأعداء الألداء للإسلام الحقيقي. نسأل الله أن يكشف حالهم وألا يهديهم حتى يقل أذاهم حتى ترجع الأيام الطيبة اللي كانت البشرية نوعا ما تتمتع بها. اليوم ولا كل حد يشكي ولا تلفز والعنكبوتيات معاش الإنسان العقل يحب يستقل نفسه بها لأنه ولات مسمى بشكاوي الغافلين الساقطين. نسأل الله السلامة.